مساء الخير يا جماعة، هنبدأ النهاردة الجزء المتبقي في المحاضرات بتاعتنا للدبلومات عامة. فعندي هنا أول حاجة هتكلم على، احنا كنا بنتكلم على الأساسيات والمفاهيم. بداية لابد من التعرف على المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالإدارة المالية. أي طبيعي ما بتيجي تخش في أي مادة أو بتخش في أي حاجة لازم الأول تبقى عارف أو ملم بالأساسيات بتاعتها، تمام؟ فأنا عندي هنا أول حاجة إن الإدارة المالية قائمة على أساس، أولا صنع القرارات المالية متمثلة في قرار الاستثمار والتمويل وتوزيعات الأرباح. أنا عندي هنا خلي بالك 3 قرارات مالية أساسية الإدارة المالية، لا يعني ما ينفعش تستغنى عن حاجة في مقابل حاجة. بمعنى إن أنا عندي هنا أول قرار هو عبارة عن قرار الاستثمار، قرار التمويل، قرار توزيعات الأرباح. لو أقدر أجنب قرار من القرارات دول أنا لا أقدر أجنب قرار الاستثمار ولا قرار التمويل، بل بالطبيعي أنا ملزم إن أنا أجنب قرار توزيعات الأرباح. فقال لي هنا إن أنا عندي على اساس قرار توزيعات الارباح نفسه اقدر اتعامل معاه على انه قرار تمويلي، بمعنى ان انا لو احتجزت هذه التوزيعات بدل من ان انا اوزعها احتجزتها، فهبدا ان انا اتكلم على اساس ان هو بدا يبقى قرار تمويلي بدل من توزيعات الارباح، لكن قرار الاستثمار وقرار التمويل لا يمكن تجنيبه تماما. بعد كده بيمكن التعرف على قرار الاستثمار، او يمكن تعريف قرار الاستثمار على انه ايه. هبدا اتكلم على انه عمليه تضحيه، ببدا ان انا اضحي بايه؟ بضحي بالاستهلاك في الوقت الحالي في مقابل توقع حصولي عن دلوقتي على عائد مستقبلي، وبالتالي الاستثمار ده بيبقى تضحية بالاستهلاك في الوقت الحالي في مقابل وجود توقع بوجود زيادة هتمكنني من زيادة هذا الاستهلاك مستقبلا أو وجود عائد مستقبلي، وبالتالي بيمكن تناوله من خلال 3 عناصر أساسية. أولا إن يبقى فيه تضحية بالأموال أو بالاستهلاك في الوقت الحالي. ثانيا لابد ان يكون هناك توقع لعائد مستقبلي. ثالثا ان يكون هناك عنصر مخاطره. خلي بالك ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه اقدر ان انا اجنب اي من هذه العناصر، فالعناصر دي اساسيه لان تكون هذه العمليه هي عمليه استثماريه ناجحه، تمام؟ طيب بعد كده هبدا اتعرف عليه على انه ايه. ابدا اتعرف على الاستثمار او يتناوله لي ان فقد احد هذه الاركان الاساسيه او اي ركن من هذه الاركان بصفه اساسيه بيبقى صعب جدا ان انا اقول على العمليه دي انها بقت عمليه استثماريه. ولكن قال لك فقد عنصر معين من هذه العناصر، يعني انا عندي تضحيه وعندي توقع لعائد مستقبلي وعندي ضروره وجود عنصر مخاطره. لو انا فقدت عنصر المخاطره خصيصا يبقى حضرتك تم تحولك من جانب استثماري الى جانب ادخاري. يعني بمعنى اصح المستثمر لابد ان يكون، كي يكون مستثمرا لابد ان يكون لديه قدره على تحمل ان هناك مخاطره ما، وبالتالي بيقدر ان هو بيتقبل درجه المخاطره دي بدرجه او باقل منها. يعني معنى اصح كل واحد فينا ليه درجه في تقبل هذه المخاطره، ولكن لو في رفض نهائي لوجود المخاطره يبقى حضرتك لابد من ان تتحول من جانب استثماري الى جانب ادخاري او من الاستثمار الى الادخار. 2 خلي بالك خلي بالك ان احنا تناولنا الفرق ما بين الخطر والمخاطرة. اولا لو انا بتكلم على الخطر يبقى هو عبارة عن حالة من التأكد التام باني داخل على خسارة معينة، تمام؟ بينما المخاطرة هي عبارة عن حالة من عدم التأكد. بس اذا كنت اقدر اشيل كلمة الخطر واحط مكانها كلمة تأكد تام، انا ما بقدرش اشيل المخاطرة واقول هي عبارة عن عدم التأكد التام، لا، هي عدم تأكد مع وجود معرفة جزئية. يعني حضرتك لما يكون عندك بعض من المعلومات الجزئية اللي تمكنك من اتخاذ قرار معين، وهذا القرار حضرتك اتخذته، وبعد ما اتخذت هذا القرار حضرتك بتتحمل مسؤوليته، ففي نوع من المخاطرة. لكن لو حضرتك عارف ان القرار ده هيؤدي الى وجود خسارة مؤكدة يبقى حضرتك في خطر مش مخاطرة، تمام؟ يبقى الخطر عند دلوقتي هو عبارة عن التأكد التام تجاه حدوث خسارة ما، المخاطرة هي عبارة عن عدم التأكد مع وجود معرفة جزئية مصاحبة لهذا الجزء من عدم التأكد. بعد كده قال لي هنا ان الإدارة المالية بتبدأ تاخد في اعتبارها مستثمر رشيد او اللي هو الراشنال. What we are يعني ما بي What do we mean by the rational او الجزء الراشنال ده يعني ايه؟ قال لي هنا انه بيكون قادر على اتخاذ هذه القرارات المالية الخاصة بي، وكمان تكون مبنية على دراسة، بالإضافة إلى انه بيبقى قادر على تحمل عواقب هذه القرارات التي تم اتخاذها. يبقى هو قادر على اتخاذ هذه القرارات، ده أول حاجة. ثانيا أن تكون مبنية على دراسة. ثالثا أن يكون له قدرة على أن يتحمل عواقب هذه القرارات المتخذة.
بعد كده عندي الإدارة المالية أو مجال الاستثمار عامة، بيبدأ يتعامل مع المستثمر على أنه ريسك أفيرس، كاره للخطر، وبمعنى أصح طالما قلنا ريسك يبقى كاره للمخاطرة. بس خلي بالك إن إحنا حتى في كرهنا لدرجة المخاطرة ما بيننا وما بين بعض بيبدأ إن بيبقى فيه درجات تتفاوت ما بين كره المخاطرة، قد يكون كاره بنسبة 10، كاره بنسبة 20، كاره بنسبة 30، كاره بنسبة 50، لكن إحنا كلنا في نفس الكاتيجوري أو الفئة بتاع كره المخاطرة، حيث أن المستثمرون بيختلفون في تعاملاتهم بالنسبة للمخاطرة. How they tolerate with the risk، يعني بمعنى أصح أنا تحملي للمخاطرة أو درجة تسامحي مع المخاطرة أو درجة إن أنا أقدر أتحمل المخاطرة بتختلف. فبالتالي بيقدروا إن أنا أسميهم، أولا بيبقى فيه واحد كاره للخطر وهو risk averse، محايد للخطر risk neutral، بعد كده محب للخطر بيبقى risk seeker أو gambler. فخلي بالك لو إحنا خدناهم على كأنهم حدين، الحد الأدنى خالص بيبقى كاره للخطر، التاني بيبقى محب للخطر، فهو بيسعى وبيدور على الخطر ده أصلا، تمام؟ وبناء عليه إن الطبيعي عندي إن كلما زاد العائد طبيعي إن بيبقى ناتج عن وجود مخاطرة عالية، بمعنى أصح إن زيادة المخاطرة لابد أن تؤدي إلى زيادة العائد. فما يكون عندي هنا هو محب للخطر أو ساعي للخطر يبقى لازم يكون أعلى عائد، تمام؟ بعد كده بالنسبة للمستثمر إذا كان كاره للخطر، هو ذلك المستثمر الذي لا يجب التعرض للخطر أو لا يحب سوري التعرض إلى الخطر، بمعنى أن لو عرض عليه مشروعين استثماريين، هذين المشروعين ألف وب، كان الاثنين لهم نفس العائد، ولكن كان أحد المشروعين وليكن ب المخاطرة بتاعته أكتر من المشروع ألف، يبقى طبيعي أنه هو هيختار ألف، لأن ليه أختار مشروع ب وأنا عندي ألف يديني نفس العائد ومخاطرة بتاعته أقل، تمام؟ فبيبدأ يركز عند دلوقتي على الاثنين، عائد ومخاطرة بالنسبة لكاره الخطر. لو جيت اتكلمت على المستثمر ده باستفاضة أكتر، قال لك هذا المستثمر قد يقبل بالمخاطرة في حالة علمه التام بأن هناك تعويض عن هذه المخاطرة، يعني بمعنى أصح أنا بقول لحضرتك إن أنا بتجنب هذه المخاطرة، حلو؟ بس أنا ممكن أقبل إن أنا أخش في المخاطرة دي إذا كنت أنت مأكد لي إن في زيادة في معدل العائد هيتم الحصول عليه بتعوضني بيه نظير تحملي لمخاطرة أكبر، تمام؟ بعد كده بدأ يقول لي إن الإدارة المالية بتتعامل مع القرارات، قرارات المالية اللي بتتعامل معاها الإدارة المالية هي قرارات مستقبلية وليست قرارات ماضية. لو حضرتك بتتكلم على الماضي يبقى حضرتك بتتكلم على المحاسبة، بينما بالنسبة للإدارة المالية بتبدأ توقف حضرتك كأنك واقف قدام مشروع بالظبط، بتحدد هل تدخل المشروع دوت ولا ما تدخلوش. طيب وهل لو هتدخله هتكسب من المشروع ده ولا لا، بناء على فوركاستنج او تعمل نوع من البروجكشن للمستقبل، توقع او تنبؤ بالمستقبل عن طريق المعلومات اللي موجوده عند حضرتك، وهي دي بتبقى هي المعرفه الجزئيه اللي حضرتك بتبني عليها قراراتك المتخذه او المدروسه، تمام؟ فببدا ان انا اتعامل مع قرارات مستقبليه وليست قرارات تخص الماضي، وبالتالي فانها بتتعامل بالتدفقات النقديه او بالقرارات التي تقوم على أساس وجود تدفقات نقدية داخلة اللي هي عبارة عن cash inflow، أو تدفقات نقدية خارجة اللي هي عبارة عن cash outflow التي يمكن أن يطلق عليها المنافع أو benefits، بعد كده دلوقتي قال هنا أو costs اللي هي التكاليف. بعد كده وبالتالي فإنها بتسعى للإجابة عن بعض من التساؤلات المطروحة. طب إيه التساؤلات اللي ممكن تسعى إليها؟ أولاً ما هي الأصول الواجب اقتنائها؟ يعني أنا بمعنى أصح لما أجي أفكر في أصل أشتري إيه؟ ولو اشتريت اصل، حددت مثلا اصل الف، هشتري اصل الف، طب حجم الشراء منه قد ايه؟ يعني بمعنى اصح هشتري وحده واحده من الف ولا وحدتين ولا ثلاثه من الف، وليه اشتريها؟ هل انا عايز اعمل احلال وتجديد؟ هل انا عايز اعمل اكستنشن او اعمل امتداد للمشروع بتاعي؟ هل المشروع بتاعي ادم او الاله بتاعتي ادمت فانا عايز احل محلها واحده؟ هل ان انا لسه اصلا داخل مشروع جديد لسه بستكشفه لاول مره؟ وبالتالي بيبدأ يقولك إيه هي الكوستس أو التكاليف أو المنافع اللي هي البنفيتس اللي بتصاحب هذه العملية. كل ده المفروض إن حضرتك تحدده. بعد كده قال لي وهنا نكون ضمن جانب استخدامات الأموال اللي هي اليوزز أوف فاند، أو جانب الاستثمار أو جانب الأصول. يبقى خلي بالك جانب الاستثمار اللي أنت عارفه في الميزانية هو نفسه استخدامات الأموال عندنا في التمويل، حلو؟ عند الانتقال إلى القرار التمويلي أو الواقع في الجانب الأيسر من مصادر التمويل، هبدأ أتكلم هنا بيدل قصدي على مصادر التمويل. فبتبدأ الإدارة المالية بالإجابة على بعض برضو من التساؤلات الخاصة بنفس القرار، فبتبدأ تقول لحضرتك إن أنا عندي هنا كيفية تمويل هذه العملية، همول بإيه؟ How؟
وما هو الهيكل الامثل الاوبتيمال بتاعي؟ هل انا استخدم قروض بس؟ هل استخدم توزيعات ارباح بس؟ هل استخدم سوري ارباح محتجزه يعني؟ هل استخدم بريفيرد ستوك اللي هي الاسهم الممتازه؟ هل استخدم الاسهم العاديه اللي هي الكامن ستوك؟ ولا استخدم توليفه ما بينهم؟ وما هي تكلفه الحصول على حيز التمويل؟ يبقى انا عندي قرار التمويل بيقع في الجانب الشمال من الميزانيه، قرار الاستثمار بيقع في الجانب اليمين. لو اتكلمت على الجانب اليمين هتكلم على استخدامات الاموال او قرار الاستثمار. هبدأ ان انا اتكلم على لو اتكلمت على الجانب الشمالي يبقى بتكلم على جانب التمويل، يبقى بتكلم على مصادر التمويل نفسها. حلو. بعد كده قال لي في البداية لابد من الإشارة إلى أنه كان هناك تدرج في أهداف الإدارة المالية وصولا للهدف الحالي. خلي بالك احنا آخر هدف وصلنا له هو عبارة عن تعظيم القيمة السوقية بالنسبة للسهم، لكن قبل كان في هدفين. الهدفين اللي قبل كده، خلي بالك عشان توصل من هدف إلى هدف لازم تكسر الهدف اللي قبله. يعني بمعنى أصح، وصولي إلى تعظيم القيمة السوقية بالنسبة للسهم يبقى ده معناه إن أنا لازم أكسر أو أهد الهدف اللي قبله، أطلع فيه عيوب أو انتقاد أنا قدرت إن أنا أصلحه في الهدف الجديد اللي عندي. تمام؟ فبدأت إن أنا أتكلم أولاً على هدف تعظيم الربح أو Profit Maximization. لو بتكلم على Profit Maximization ده وجه ليه عدد من الانتقادات. أولاً هو هدف محاسبي، حضرتك الربح اللي موجود عندك اصلا هو قيمته غير حقيقيه، لان داخل فيه اولا داخل فيه اهلاك. لو حضرتك فتحت اي شركه عشان تبص في الاهلاك اللي فيها ما فيهاش الاهلاك ده، هو عباره عن قيد دفتري ولكن لا يؤخذ كمخصص اهلاك ويترك جانبا علشان اشتري بيه آلة. تمام؟ آه لما تهلك مثلا، لا بالعكس، ده لما الاله بتهلك انا ببدا ان انا اطلع فلوس تاني ان انا اشتريها. طب انا شلت منه الاهلاك ليه؟ ثانيا في عندي جزء من الايرادات المستحقه، ايرادات حضرتك لسه متوقع انها هتجي لك بعد سنه او بعد سنتين او بعد ثلاثه. طيب الايرادات دي ما جاتش لحضرتك، معنى انها ما جاتش لحضرتك يبقى هذه الايرادات اصلا ما ينفعش اسجلها عندي، ما ينفعش ادخلها في ربح وازود مبلغ الربح. يعني انا زودته، طب ما حضرتك كده زودته، بعد ما زودته ايه اللي حصل؟ تمام. تاني حاجه بتجاهل القيمه الزمنيه للنقود بنفس المبدا اللي احنا اتكلمنا فيه، معتبر ان في ايرادات مستحقه هتجيلي بعد سنه بيسجلها بتاريخ النهارده. تمام. وكمان بيعتقد ان انا عندي لما هي تجيلي بعد سنه، طيب لما تجيلي بعد سنه دي هي قيمتها بعد سنه زي قيمتها النهارده؟ استحاله، قيمتها بعد سنه مش زي قيمتها النهارده خالص، قيمتها بعد سنه اقل من قيمتها النهارده، اللي هي تايم فاليو اوف موني. فالمفروض اما اجي اتعامل مع الشيء اتعامل معاه بقيمته الحاليه او بقيمته الزمنيه. ثالثا بيتجاهل تكلفه الفرصه البديله. خلي بالك انا عندي هنا تكلفه الفرصه البديله بيبدا يتعامل على اساس ان هو بيقارن تدفق نقدي داخل بتدفق نقدي خارج. انا هطلع من جيبي النهارده 100 جنيه وبناء عليه هيجي لي مستقبلا مثلا 150، ابدا احسبهم بقيمه النهارده واحط الاثنين قدام بعض واشوف انا هدخل للمشروع ده ولا لا. تاني حاجه، هل الفلوس اللي حضرتك موجوده عندك كايراد مستحق دي والمفروض ان انا اخدها منك لما تجيبها لي، مش انا كان ممكن لو حضرتك مديها لي ايراد حالي او دلوقتي ما يكونش مستحق او ما يكونش بالاجل، انا كان ممكن ادخلها فرصه استثماريه تانية. هذه الفرصه الاستثماريه كانت ممكن تكسبني، فنتجاهل تكلفه الفرصه البديله. بيتجاهل عنصر المخاطره، لان حضرتك اصلا في شك او في مخاطره او في خطر كمان، ما بقاش مخاطره بس، ان حضرتك الايرادات المستحقه اللي على حضرتك ما تسددها ليش، وبناء عليه بيتم عمل حاجه اسمها مخصص ديون معدومه. يبقى انا عندي هدف تعظيم الربح، اولا انتقاد ان هو هدف محاسبي وبالتالي ما ينفعش، القيمه الزمنيه للنقود ما تنفعش، تكلفه الفرصه البديله وتجاهلها وما تنفعش، تجاهل عنصر المخاطره وما ينفعش. فبدا يديني هدف تاني بدا يتحول ليه اللي هو عباره عن تعظيم ثروه الملاك، فبدا يبص للملاك اللي عندي. حلو. فبدا ان الهدف ده يتحول من كونه هدف كان عندي تعظيم الربح هدف محاسبي، بدا ان ده يبقى فيه هدف مالي. فبدا ان هو يشوف الانتقادات اللي كانت موجهه لهدف تعظيم الربح ويبدا يحقق عليها، او بمعنى اصح يعمل هدف تاني او يقوم بخلق هدف تاني يقدر يبقى هدف مالي. تمام. فقال لي هنا ان انا عندي حيث اخذ في الاعتبار ايه بقى؟ بدا اولا ياخد مقدار التدفق النقدي المتوقع، تمام، وتوقيت الحصول على التدفقات النقديه او القيمه الحاليه ليها. يبقى يقول لك ان في تدفقات نقديه، مفيش حاجه اسمها ايرادات ومصروفات، ده في تدفقات موجوده عندي هشتري، مش موجوده مش هشتري. توقيت الحصول على التدفقات النقديه نفسه بدا يقول لك القيمه الحاليه ليها احسبها. بدا ياخد درجه المخاطره المرتبطه بيها، بس خلي بالك الا ان المخاطر اللي موجوده عنده بتخضع للتحيز الشخصي. ليه بقى؟ لان حضرتك انت ما عندكش مالك واحد بس هو الموجود في المنشاه ده، انت عندك في اسهم ممتازه وفي اسهم عاديه.
لما يجي يقول لك ان انا عندي هنا الاسهم الممتازه، هو عباره عن ايه؟ قال لك ان الاسهم الممتازه جايين متفقين عندي على ارباح معينه هياخدوها، فالارباح بتاعتهم مش متوقعه، not expected، هي اصلا already في عقد ما بيني وما بينهم ان انا لازم اسدد عليه، ان انا اسدد. ان السداد بتاعي هو التزام ادبي، انا مش ملزم اسدد، بس عندي هنا خلي بالك لو فضلت ان انا ما سددتش لمده 6 سنين من حق حمله الاسهم الممتازه انهم يشيلوني، يشيلوا مجلس الاداره. لكن المخاطره الاساسيه اللي واقعه على مين؟ واقعه على حمله الاسهم العاديه. فلما تيجي حضرتك تبص للاثنين، انت قلت لي تعظيم اقصى ثروه للمستثمرين او تعظيم الثروه للمستثمرين، طب هم انهي مستثمرين؟ هل هم حمله الاسهم الممتازه ولا هم حمله الاسهم العاديه؟ وبناء عليه بقى في تحايل شخصي، ان انت لو بتجيب حق حمله الاسهم الممتازه يبقى انت هتقدر تسدد بس الاسهم الممتازه، مش هتقدر تسدد الاسهم العاديه. تمام؟ تم التحول الى هدف اخر، قال لك ان انا عندي هنا هو عباره عن فاليو ماكسمايزيشن، او هو عباره عن تعظيم القيمه السوقيه بالنسبه للسهم العادي، وبالتالي تعظيم ثروه حمله الاسهم العاديه. يبقى انا تاني عندي هنا تعظيم قيمه المنشاه اللي هي عباره عن تعظيم القيمه السوقيه للسهم العادي، وبالتالي تعظيم حمله الاسهم العاديه. فبدا الهدف ده يراعي بقى كل الانتقادات اللي كانت موجهه قبل. مفهوم القيمة الزمنية أو القيمة الحالية للنقود بدأ ياخد في اعتباره تكلفة الفرصة البديلة اللي الهدف الأول كان ما أخدهاش في اعتباره، بدأ ياخد في اعتباره ما أنكره أو تجاهله الهدف الأول اللي هي المخاطر، وما تحيز إليه الهدف الثاني اللي هي كان فيه تحيز شخصي بالنسبة للمخاطر. بدأ إن هو يقول لك لازم أخد مقدار المخاطر المرتبطة. بعد كده بيقول لي علشان يبقى عندي هدف أو في حاجة، كان المفروض السلايد دي تبقى في الأول بصراحة، خصائص الهدف، علشان يبقى عندي هدف محدد او شامل لابد ان يكون هذا الهدف بيتسم ببعض من الصفات او ليه خصائص معينه. اولا ان يكون الهدف محدد وواضح، يبقى clear and specific. لابد ان يكون الهدف محدد وواضح ومفهوم لكافه الاطراف العاملين على تحقيقه، ومحدد بكلمات واضحه. يعني بمعنى اصح، لو حضرتك عايز تعملي هدف معين وليكن زياده المبيعات، تقدر حضرتك ان انت اوريدي حددت عايز تزود المبيعات بتاعتك، يبقى واضح للافراد اللي هيشتغلوا عليه، يبقى الافراد كل الادارات اللي شغاله عليه، تبقى اداره الاتش ار تبدا ان هي تعمل تريننج بالنسبه للناس، تبدا التسويق تشوف شغلها، يبدا البرودكت نفسه او برودكشن اداره الانتاج نفسها تشوف شغلها، يبدا الاداره الماليه تقول لك ان انا هجيب الفلوس منين. فالناس كلها اللي شغاله على تحقيق هذا الهدف تبقى فاهمين، وبمعنى اصح يبقى واضح وبعيد عن الغموض، ما ينفعش يبقى فيه هدف غامض. خلي بالك بعد كده بالنسبه للشمول بدا يبقى كومبريهنسيف، فمعنى اصح انه بيشمل نشاط المنشاه ولا يكون قاصرا على جزء دون الاخر. يعني بمعنى اصح حضرتك هتعمل لي هدف يبقى بيشمل كله، عشان الهدف ده يبقى شامل. زي ما بقول الهدف المالي للاداره الماليه او الهدف الشامل للاداره الماليه بيشملها كلها، ما ينفعش يشمل جزء منها. بعد كده ان يكون قابلا للقياس. خلي بالك القابليه للقياس بتجيلي او بتنفعني في حاجتين. انا قلت ان انا مثلا الهدف اللي احنا قلنا محدد وواضح ده، لما جينا اتكلمنا على زياده المبيعات، طب ما تحدده لي كمان برقم، حددته لي برقم اقدر اشوف انا وصلت لقد ايه من خلال الاليات اللي استخدمتها، الاتش ار والتسويق والبرودكشن والفاينانس، بدا دول كلهم يوصلوني لكام كميجر. بعد كده بيقول لي اشوف اوجه العجز عندي، يعني ابقى عارف انا وصلت لقد ايه والعجز عندي كان قد ايه، الى جانب كمان انه يخليني اعمل فولو اب على الشيء بتاعي او ان انا اعمل متابعه فاقدر اعرف انا وصلت ولا لا. بعد كده بيقول لي هنا محددات قيمه المنشاه. من اجل تحديد قيمه المنشاه فلابد من التعرف على 1، لابد ان يكون هناك تعرف على المخاطر الكليه بالنسبه للمنشاه، يعني لازم تعرف لي ايه المخاطر اللي موجوده جوه المنشاه. 2، لازم تعرف لي يعني ايه عائد على الاستثمار او العائد من الاستثمار، يعني ايه مخاطرة الشيء اللي انا داخله ده وايه العائد بتاعه، وكمان تعرف لي تكلفة الفرصة البديلة بتاعته. فقالك ان انا عندي، طيب علشان تخش وتفهم قيمة المنشأة دي بتتحدد ازاي، اول حاجة المفروض تفهمها ان في حاجة اسمها trade off between risk and return، معنى اصح ان في عبارة عن علاقة بنسميها عندنا العلاقة الازلية. ازلية يعني محدش عارف يكسرها، او العلاقه دي فعليا صحيحه منطقيا ورياضيا. تريد اوف بتوين ريسك اند ريتيرن، معنى اصح ان العلاقه طرديه، كلما زاد الريسك لابد من زياده الريتيرن، او ان زياده الريتيرن لو جيت دورت وراها هتلاقي ان هي ناجمه عن زياده الريسك. تمام، دي بالنسبه لمحددات قيمه وبكده هنكون خلصنا المحاضره دي، وميرسي جدا كان معاكم سميرة علام، احنا ناقص لنا محاضرة كمان ان شاء الله، والباقي طبعا احنا عارفين ان هي ابحاث متداولة ما بيننا، واخدين اسماء الابحاث دي. اوكي okay.